زيتي نجريبنا خالد النفيسي الله يرحمه. خالد النفيسي اي تخيل اي كويتي 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 هذا اي عشان اي شلون عيل انه شلون راح اسولف كويتي مثلا واذا ما كانت اللهجه من فنان مثله. اي هو الكويتي صدق اللهجه اي لهجته هو صار ما هو اللهجه الصحيحه العتيجه اي بعد العتيجه فيعني لازم اخذ العتيجه عشان شوي بعدين امارسها بطريقه صح. فوايد كنت اشوف وما زلت طبعا للحين مستمره اي ما زلت شريب بز هذا ضروري ها وايد للحين اشوفه وللحين استمتع وللحين اضحك وانا اشوف كل المسلسل. وايد احب كاركتر منى شداد فيه رسمته رسم وايد حياة الفهد وايد تحبين كتابة حياة الفهد تتمنين انك تشتغلين معاه عمل اكيد ودي والله اي اكيد يعني اكيد ودي اشتغل معاها عمل لو مشهد لان انا وايد احبها يعني فنانة قديرة مثلها انا يعني انا اشوفها هي اكثر فنانة تبتشيني من يوم انا كنت صغيرة تبتشيني